وقال الله تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم. أخي المحسن، قم بإعداد أضحيتك من الآن، وأسعد بها الأيتام والمحتاجين مع المؤسسة الهدى الإسلامية بوغور إندونيسيا، بأسعار الأضاحي التالية: الغنم الكبير ب700 ريال سعودي، الغنم المتوسط ب350 ريالا سعوديا، والبقر الكبير ب5250 ريالا سعوديا، والاشتراك في البقر الكبير ب750 ريالا سعوديا. فلنضحي للأيتام والضعفاء في إندونيسيا. مؤسسة الهدى الإسلامية، نمد لكم يد العون للخير.